أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل القراءة في مصحف الجوال أفضل أم في المصحف، يعني المصحف الورقي المعروف، وما الفرق؟ لا فرق بينهما، كله كتابة للقرآن، فقراءتها من المصحف أولى، لأن المصحف معد لذلك وأوضح كتابة، فهو أولى من القراءة من الجوال، والقراءة من الجوال جائزة. نعم.